نروح لغادة ومع ضيفتها المميزة جدا جدا، قليلة الظهور والمقابلات التلفزيونية لكنها في كل رمضان تنور الشاشة. خلينا نتعرف على هذه النجمة. صحيح يا هاني، صحيح يا هاني، هي يمكن مقلة في اللقاءات لكن دائما متواجدة معانا وفي كل بيت في كل عمل بتعمله اللي بيدخل قلوبنا كلنا. هي ضيفتنا الممثلة القديرة وسيدة الشاشة الخليجية حياة الفهد، ولكن قبل ما نبدأ معها خلونا نشوف هذا البرومو لمسلسلها الجديد على شاهد في اي بي، مسلسل بتوقيت مكة اللي يرجع بينا للزمن الجميل، وهو عمل جمعها بالفنانة القديرة سعد الفرج بعد أكثر من 21 سنة. خلينا نشوف. كلنا لنا مع الوقت قصة، أحيانا بنسبقه وأحيانا يسبقنا، والوقت يمشي ومرات كثيرة يركض، الأوقات كلها مثل. أنت منهم؟ أنا نوضي يا مساعد، أنا نوضي عبد الستار يا خي. إلا وقتي بدأ بتوقيت مكة. بتوقيت مكة يعرض الآن على شاهد في آي بي، اشترك الآن. سيدة الشاشة الخليجية حياة الفهد، نورتينا وشرفتينا على شاشة ام بي سي وبرنامج صباح الخير يا عرب، ويسعدني صباحك. وخليني أبدأ معاك أول سؤال. بتوقيت مكة عمل درامي موسمي يعرض خارج السباق رمضاني، خلينا نقول من أي فئة من الأعمال يصنف هذا المسلسل؟ يا هلا مرحبا فيكم، حياكم. أرجع أعيد السؤال مرة تانية. بتوقيت مكة هو عمل درامي موسمي يعرض خارج السباق رمضاني، من أي فئة هذه الأعمال يصنف هذا المسلسل؟ بالنسبة لمسلسل بتوقيت مكة، عمل قصير خفيف 7 حلقات، من فئة الأعمال الإنسانية، إنساني جدا، موضوع يمكن قليل طرح بالأعمال الخليجية وهو مرض الزهايمر. وطبعا في ذكر مرور على الغزو اللي صار بالكويت، إن ليلة الغزو أخوي راح، فعمل خفيف وحلو وإنساني جدا. يعني فترة طويلة هذه السيدة ما شافت أخوها ولا تدري عنه، ولأن زهايمر سرح الحج أو العمرة وضاع، فتلتقي فيه بعد سنوات طويلة تقريبا 30 سنة. يعني حضرتك حمستينا أنه نشوفه، واشتركتي كمان ما شاء الله في البطولة مع الفنان القدير سعد الفرج بعد غياب أكثر من 20 سنة، وتحديدا من وقت مسلسل سوق المقاصيص اللي تم عرضه لأول مرة في عام 2000. خبرينا عن هذه العودة للماضي والزمن الجميل في هذا التعاون. والله الشغل مع أبو بدر وايد جميل، وايد أبو بدر بطبيعته هادي مريح، يقدر المواعيد، يقدر الفنان اللي قدامه، يحترم كل اللي باللوكيشن، ما يطلع صوته ولا يعصب ولا يتذمر. فالشغل معاه ممتع، وأنا فعلا كنت محتاجة أشتغل معاه بعد هالفترة الطويلة. وأنا مع سعد جمعني مع أكثر من عمل كلهم ما شاء الله حلوين، ومن ضمنهم بعد مسرحية بني صامت وحرم سعادة الوزير وما أذكر بعد، بس العمل معه عموما حلو. أنتوا اللي دائما تمتعونا، بس ليش اسم المسلسل أو عنوانه بتوقيت مكة؟ هو هذا اختيار الكاتب، فظهر لأن التقت في أخوها بتوقيت ما في مكة، فصار اللقاء بتوقيت مكة.
يعني طب احنا شفنا مقطع قصير من الكليب، لو تكلمينا عن تجربتك في هذا المسلسل زي ما قلتي قبل شوية، مسلسل قصير من 7 حلقات، كلمينا عن اختلاف الأعمال القصيرة من المسلسلات الطويلة. الشغل بالأعمال القصيرة وايد أريح من 30 حلقة، أيام محدودة وتخلصين، يعني خاصة اللوكيشنات تكون قليلة، النجوم يكونون قليلين، فأكيد الشغل ما يكون متعب، خاصة إحنا في توقيت مكة ما عندنا شخصيات كثيرة، لذلك كان العمل فيها جدا خفيف وسريع ومريح. خلينا نشوف كمان كليب أستاذة حياة الفهد ونرجع مرة ثانية. أنا اندفنت 25 سنة من عمري مع أبوي. يلا يبا. 25 سنة مع المرض. من ذيك السنة لا شفته ولا شعر. هذول طابط. أبي طابط. الشيء الوحيد اللي على بالي إحنا في هالمكان اختلافه. أنا ما صدقت ألقى أخوي قبل 32 سنة. تبيني أهدى؟ من أنت؟ ما عرفتني؟ وهيك مو غريب علي. ليش جايبك في البحر؟ أبيك تشوف حياتي عمك يا مساك. الكويت في قلوبنا، مطبوع في قلوبنا، في قلب كل سعودي. أستاذة حياة، هل في أي عمل قاعدة تحضري له رمضان الجاي؟ أنا عندي سنوات الجريش، وراح يكون إن شاء الله على مجموعة دبي وعجمان، وإن شاء الله يا رب تشوفونه ويعجبكم. نتمنى يكون تأخذونا مشترك مع دبي. أكيد حيعجبنا أستاذ حياة الفهد، إحنا نحبك وهنا كلهم مبسوطين بشوفتك اليوم معانا من خلال سكايب على صباح الخير يا عرب، سعيدين بوجودك معانا سيدة الشاشة الخليجية، نورتينا وشرفتينا وشكرا مرة كثير. حبايبي كلكم ما قصرتوا، ألف شكر لكم.